قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستأنف غدا الخميس في فيينا، مضيفا أن لجنة مشتركة ستنعقد خلال المحادثات لإجراء عدد من الاتصالات الثنائية متعددة الأطراف. عشية استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، تبدي باريس تخوفا من تلكؤ إيران لكسب الوقت، في حين كانت لندن أكثر وضوحاً بتحذير طهران من أن هذه الفرصة هي الأخيرة لها للعودة إلى الاتفاق. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أعلن عن استئناف الجولة السابعة من المحادثات في فيينا خلال زيارته لموسكو بعد انتهاء المحادثات الجمعة الماضية، بناء على طلب الأطراف المشاركة بالاتفاق وقتاً لدراسة المقترحات التي قدمتها إيران لأطراف الاتفاق. وللعودة إلى الاتفاق تتمسك إيران برفع العقوبات الأمريكية كافة والعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، مؤكدة أن المقترحات التي قدمتها قابلة للمناقشة. وعلى طاولة الجولة السابعة من المفاوضات شككت إيران والأطراف الأمريكية والأوروبية بجدية المفاوضات التي استؤنفت بعد أكثر من 5 أشهر. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودوريان قال إن طهران تسعى لكسب الوقت والتراجع عن التزاماتها بالاتفاق النووي مع بدئها بتخصيب اليورانيوم واقترابها أكثر من قدرتها على امتلاك سلاح نووي. أما نظيرته البريطانية فقالت إن أمام إيران فرصة أخيرة للعودة إلى الاتفاق، لأن المملكة المتحدة مصممة مع حلفائها لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. واشنطن من جهتها استبقت استئناف الجولة السابعة بعقوبات إضافية جديدة على كيانات ومسؤولين إيرانيين بسبب ما قالت إنها انتهاكات لحقوق الإنسان، في حين أدانت طهران هذه العقوبات وقالت إنها استمرار لسياسة الضغط الفاشلة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة ضد طهران. ينضم إلينا من القاهرة الصحفي المختص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد شعث. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا. الأوروبيين قلقين متخوفين من إيران بشكل كبير، من جدية إيران. الولايات المتحدة ذهبت أبعد من ذلك، قالت بأن هناك عقوبات جديدة على إيران. هل تشعر بأن الطرف الإيراني يكترث لكل ما يحدث من قبل القوى العالمية؟ بداية تحية لحضرتك وتحية للسادة المشاهدين. يعني أعتقد أن الطرف الإيراني منذ الفرصة الأولى التي منحتها لهم الإدارة الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية بقيادة بايدن لم تستغلها إيران ولم تقدم أي تنازلات الوصول إلى تفاهمات أو تقريب وجهات النظر، على الرغم من أن بايدن أعلن أنه سيستخدم أو سيتجه إلى نهج الدبلوماسية وبعيدا عن العقوبات أو سلاح العقوبات أو استهداف الاقتصاد الإيراني، إلا أن إيران لم تستجب إلى كل هذه الرسائل ولم تقتنص هذه الفرصة، وطوال الفترة الماضية وهي تمارس التصعيد سواء بزيادة تخصيص اليورانيوم. ألا يفتح ذلك مجالا لسؤال، هل تريد إيران أساسا العودة إلى الاتفاق النووي؟ نعم، هي تريد العودة إلى الاتفاق النووي ولكن بشروطها. يعني السؤال عن شكل العودة، كيف يكون شكل عودة إيران إلى الاتفاق النووي. النقاط الأساسية التي تريد إيران تنحيتها تماما عن أي اتفاق تشارك فيه هو بندان أساسيان. البند الأول والذي يقلق إيران جدا هو برنامج الصواريخ البالستية، والذي يمثل قوة كبيرة للطرف الإيراني في تنفيذ مشروعه في المنطقة، وأيضا بند النفوذ الإيراني في المنطقة نفسه. أعتقد أن هاتين النقطتين هما أهم عند طهران من الاتفاق النووي نفسه، ولذلك هي تواصل التصعيد بشكل كبير حتى إذا كان هناك توافق أو عودة للاتفاق، فيتم الاتفاق العودة للاتفاق بشكله القديم دون إضافة أي بنود جديدة لا تريدها طهران، لأن طهران ليس لديها أي نية للتراجع عن مشروعها في المنطقة، وبالتالي هي ستظل متمسكة بهذه السياسة وبهذه الاستراتيجية التي ما هي نقاط القوة التي تمتلكها إيران حتى تصل إلى هذا المستوى من النقاشات والحوارات مع الأوروبيين، حتى يصل الأمر بالبريطانيين بالتهديد بأن هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران؟
نقاط القوة في البداية إيران لعبت بشكل كبير جدا على تباين المواقف الدولية تجاه إيران. كان هناك يعني لا يوجد إجماع بشكل كبير على اتخاذ موقف موحد تجاه إيران وتجاه الانتهاكات الإيرانية منذ التصعيد الذي قاده الرئيس الأمريكي السابق ترامب. كان يحاول يعني صناعة نوع من الحشد الدولي ضد إيران، ولكن لم يكن هناك توافق، وكانت إيران تستغل هذا التباين في المواقف، وتعلم جيدا أنها يعني لن يكون هناك موقف دولي حاسم تجاه هذه الانتهاكات. النقطة الثانية التي تستند إليها إيران وهي نقطة مهمة، الاتفاق مع الصين الذي تم مؤخرا والذي يعتبر متنفس لإيران من الخنق الذي مارسته عليهم العقوبات الأمريكية، خاصة وأن هذا الاتفاق بيتيح لإيران بيع نفط والحصول على غذاء أو غيره من الجانب الصيني، وأعتقد أن هذه نقطة تستغلها إيران جيدا. الأمر الآخر أيضا السوق السوداء، إيران حتى وكلاء إيران في المنطقة يستغلون السوق السوداء لبيع النفط أو المنتجات الإيرانية، وبالتالي هناك متنفس كبير لإيران تستطيع من خلاله اللعب على عنصر الوقت والضغط بأقصى قوة لتحسين شروط التفاوض، وإذا كان هناك عودة للاتفاق النووي تعود إلى الاتفاق كما تريد هي. نعم، من القاهرة صحفي المختص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد شعث، شكرا جزيلا لك.